السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب الرابع من موقع بترونيكس. هندخل ونشوف هنعمل إثبات السحب إزاي وناخد جولة سريعة في الموقع. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا. ده الموقع بتاعنا، موقع بترونيكس. عملنا 3 اثباتات سحب، والنهارده اثبات السحب الرابع من الموقع. هنبتدي نعمل تسجيل دخول للموقع. دخول، هيبتدي يفتح معانا بالصفحة دي زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبتدي دلوقتي نعمل إثبات السحب الأول، وبعد كده ناخد جولة في الموقع. أنا معايا هنا 428، هنبتدي ناخدهم نسخ، وهنروح بيهم على إنتاج. طبعا دول 3 إثباتات السحب اللي احنا كنا عاملينهم زي ما حضراتكم شايفين. هنا هنختار المحفظة اللي احنا هنسحب عليها اللي هي الباير. بعد كده هنكتب المبلغ اللي موجود معانا هنا لزق. هنروح على الباير عشان اشوف انا معايا ايه. اخر حاجة انا دفعها 30 روبل. هنعمل ريفرش كده مع بعض. اخر حاجة 30 روبل. نرجع تاني على الموقع وندوس هنا بالاضافة الى ذلك ونقول بسم الله. تمام كده اهوت، تم تأكيد السحب وتأكد من رصيد محفظتك. نرجع على الباير علشان نشوف اخر حاجة 30. هنعمل ريفرش مع بعض. وصلت يا جماعة اهيت 428 زي ما حضراتكم شايفين. ولو دخلنا هنا على الاثبات ادي 428 النهاردة 14/11. نرجع تاني على الموقع، ادي 428 وادي 14/11. ناخد جولة سريعة كده في الموقع مع بعض. اول حاجة عندنا في الموقع هنا هي الاعدادات. في الاعدادات هتلاقي كل المحافظ اللي انت ممكن تستخدمها في السحب او الايداع، وعلى رأسهم طبعا الباير وبرفكت ماني. بتحط المحفظة اللي انت بتفضلها وبعد كده بتدوس حفظ عشان تتحفظ معاك في اي عملية سحب او ايداع. تاني حاجة عندنا الشركاء، ودي هتلاقي فيها البانر اللي انت ممكن تحطه في المدونة او الموقع، ورابط الاحالة بتاعك. التاريخ، هتلاقي في التاريخ ده كل معاملاتك الداخلة والخارجة للموقع بما فيها السحب بتاعك اللي احنا لسه ساحبينه اهوت، هتلاقيه موجود هنا في تاريخي. الودائع دي هتلاقي كل الودائع بتاعتك اللي انت عاملها، النشطة والمغلقة والموقوفة. طبعا انا كان توقف لي خطة هنا ب400 روبل، اتوقفت عن العمل بعد ما عملتها على طول، ودي لسه نشطة، وعندي ديت مغلقة خلصت خلاص. الانتاج لسه شايفينه دلوقتي. ندخل على الايداع، وبداية حابب اقول اي حد حابب يعمل ايداع في الموقع هيعمل ايداع على مسؤوليته الشخصية. احنا هنا في الموقع عندنا 9 خطط، وكل الخطط نهايتها 67 ساعة. الخطة الاولى من 100 روبل هتديني 200%، 350 روبل هتديني 233%، 1000 روبل هتديني 285%، 2000 روبل هتديني 350%، 3500 روبل هتديني 420%، 5500 روبل هتديني 500%، 8000 روبل هتديني 600%، 11000 روبل بتدي 700%، 15000 روبل بتدي 800%. طبعا هنشتغل بالخطة الأولى.
بعد كده هتشوف انت حابب تعمل ايداع من انهي محفظة، هتبتدي تظهرها هنا فوق في المربع زي كده الباير كده، وهنا هتكتب المبلغ اللي انت حابب تعمل بيه ايداع. يعني لو قلنا ان احنا هنعمل ايداع ب 200 روبل، هنا العداد بيقول لك في نهاية 67 ساعة هتاخد 400 روبل بمعدل كل 6 دقايق 0.58. لو هتعمل ايداع ب 400 روبل، هنا الموقع بيقول لك انت هتاخد في نهاية 67 ساعة 932 روبل بمعدل كل 6 دقايق روبل بوينت 36. بعد كده بتدوس بالاضافة الى ذلك عشان يحولك على الباير او يحولك على المحفظة بتاعتك اللي انت حابب تعمل منها الايداع. اخر حاجة معانا هي العلاوة، والعلاوة دي لو حضرتك عندك يوتيوب بتبتدي تعمل فيديو عن الموقع، بعد ما بترفعه على اليوتيوب بتجيب الرابط بتاعك وتحطه هنا وتدوس يرسل علشان الموقع يتأكد انك عملت الفيديو، ولازم يكون في ايداع او سحب في الفيديو. بعد كده هيديك مكافأة من 55 روبل لحد 15,000 روبل. طبعا هو ما بيديش المبالغ دي كلها، هو اخره خالص 100 روبل في الفيديو. يعني انا هنا اداني 10 وهنا اداني 33 روبل. ده بالنسبة للموقع بتاعنا النهاردة. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.